اهلا بيكي يا استاذه منى. اهلا وطبعا بيكي. يعني في الاول كده انت شايفه المكان اللي احنا قاعدين فيه كده بيدي طاقه ايجابيه ولا حاسه بايه؟ حاسه انك مرتاحه ولا لا؟ لا تمام، المكان زي الفل، الطاقات جميله وحلوه وزي طيب الفل الحمد عظيم، لله. دي اهم مريحه حاجه، اهم حاجه انها مريحه دي الحمد اهم حاجه، لله. عشان احنا موجودين بقى هنا كل يوم فعايزين نعرف يعني انا وفرح بناخد طاقه ايجابيه ولا لا. تمام في الاول طبعا يعني انت يا استاذه منى دارسه الوان والتناغم بتاعها، فعايز اعرف تاثير الالوان سواء في المكان اللي احنا بنشتغل فيه او في البيت، تاثيرها على اعصابنا وعلى طاقتنا والتوحد بينا احنا الاثنين. تمام، خلينا نتفق في الاول انه البني ادم عباره عن طاقه. انا بالظبط كده عامل زي جهاز ريسيفر بيستقبل كل انواع الطاقات الموجوده حوالين مني. فانا موجوده في الكون بستقبل طاقه حزن، بستقبل طاقه غضب، بستقبل طاقه سعاده. فلو انا قاعده في مكان وفي مسرح مثلا والناس بتضحك، اوتوماتيكلي هضحك. لو قاعده في مكان وحسيت انه الناس حزينه او طاقه المكان كئيبه، هبتدي الاقي نفسي بدات اتقل، ابقى زعلان، ابقى غضبان، ابقى عايزه انام. فاحنا بنستقبل الطاقات سواء احنا مدركين لده او غير مدركين او غير مدركين. فاحنا ربنا صمم فينا الحته دي. الالوان بتطلع فايبس، ليها طاقه، ليها ترددات، والتردد ثابت لكل لون، فكل لون ليه التردد بتاعه. كلنا بنستقبلها بنفس الطريقه. هل كل واحد فينا عنده لون خاص بيه؟ يعني انا مثلا برتاح لما بشوف لون معين او كده. مظبوط، دي حقيقه. بتحصل ازاي؟ انا التردد بتاع اللون للكل واحد، يعني لو قلت لون اصفر الكل هيحس ببهجه، بسعاده، بانطلاق. طب لو قلنا احمر، الدورة الدموية بتبتدي تشتغل، نشاط، بتحبي اكشن. انا بحب الاحمر جدا. ايوه بحب الاحمر والاورنج، هيدينا نشاط، هيدينا اكشن، هبقى عايزه ابقى في الفعل. ولو زودت الاحمر شويه ممكن اوصل لطاقه الغضب. الجوع والاحمر، الجوع طبعا، ما هو طبعا نشاط، هنجوع لازم. بحس ان كل المطاعم المشهوره حتى اللون الاحمر في كل اللوجز بتاعتها، عشان ده بحس انه بيدل على الجوع. انا يعني حاولت اقرا شويه في علم الطبخ. جميل، هو اللون الاحمر بيديني احساس بالنشاط والاكتيفيتي. يعني لو انا قاعد هنام وحوالين مني لون احمر مستحيل انام. لو انا عايز انفذ حاجه او عندي اكشن عايز اعمله، عايز اعمل حاجه، اللون الاحمر هيخليني اي ما اعمل الحاجه على طول، مش هفكر فيها، مش هقعد اتكتك، مش هيديني كسل، مش هيديني طاقه الكسل، مستحيل يديكي طاقه الكسل. فلما يبقى في نشاط اكيد هجوع لانه بفقد طاقه، صح، لان انا عماله اتناغم مع اللون. لكن في الوان، لو انا دلوقتي مودي ان انا تعبانه شويه، مش في احسن حال، وشفت اللون الاحمر هتضايق. ليه؟ لان انا ما تناغمتش مع اللون، طاقتي اللي جوايا طاقه خمول شويه، طاقه هبوط. لكن طاقه اللون الاحمر طاقه النشاط. فانا لما اشوف الاحمر اتضايق، مع انه هو بيدي لكل الناس نفس التردد. عشان كده سؤال حضرتك بقى، في كل لون بيناسبني او لا؟ طبعا لينا الوان بتناسبنا على حسب الحالة اللي أنا فيها. لو أنا قاعدة عايزة أبقى رايقة وهادية، هاخد اللون الأزرق، لون البحر، لون الهدوء، لون الروقان، لون الطبيعة، وأخش جوايا. وهنا لو أنا عايزة أعمل حاجة فيها إبداع، أنا عايزة أبدع كده وأفكر وتكتك للإبداع بتاعي، هحتاج اللون الأزرق جدا. طيب لو أنا عايزة أقوم أنفذ هاخد الأحمر على طول. طيب اللون الأسود في العفش في البيت؟ اللون الأسود هو لون قوي شوية، يعني طاقته ايه؟ طاقته اخضر. اخضر ليه؟ اخضر اخضر، طاقة اللون الاخضر هو طاقة الاصول، الثبات، الحاجة اللي بالظبط، اللي بالمسطرة، اللي في مكانها. فتخيلي بقى الاخضر ده لما يبقى زيادة كمان. فلون الاسود هو لون، عشان كده هو لون فخم، لون فخامة، بس الفخامة باصول، الفخامة بان انا ملتزمة بالزيادة. بس مش كآبة. مش كآبة، بس طول الوقت تخيلي كده نفسك قاعدة في البيت المفروض ابقى مرحرحة كده، وبعدين قالوا لي او قاعدة بقى بستقبل الطاقة بتاعت الاصول، القاعدة المفروضة اللي مش عارفة ايه، هبقى يعني المفروض بيوتنا يبقى ما فيهاش اللون الاحمر قوي عشان ما يعني ما اطلعش اجري في البيت، وما يبقاش فيها اللون الاسود عشان انا محتاجه حاجه تخليني ريلاكس، ابقى عايشه راحتي. بالظبط، لان انا لو عايزه اعيش راحتي وعايزه ابقى براحتي مستحيل هبص للون الاسود ابقى مرتاحه. اللون الاسود هو لون الاصول، وهي الافضل الالوان للبيوت. المفروض ان هي تتنوع بين ايه وايه، لانه دلوقتي الناس بقت بتحب تحط الوان كتير في البيت. لو انا عايزه احط الوان كتير ممكن احط الوان استقبليه، يعني اركب لونين مع بعض، احط الاصفر مع الازرق، الاصفر مع الازرق بدرجاته، هيخلي البيت مستقبل لي. يعني اول ما اشوف لونين مع بعض، الاصفر والازرق، هتحسي بطاقه الاستقبال، البيت بيرحب بيا، البيت مرحب كمان للضيوف بتاعتي. فلاقي نفسي وانا قاعده كده
مرتاحه وعايزه افضل قاعده مرتاحه وحاسه باستمتاع.